بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الدرس رقم 42 هيكون الريتاتش الرابع، اللمسة الرابعة اللي هنعمل فيها كلين لملف السي اس اس. هنعمل فيها كلين هيكون عبارة عن التالي. أول حاجة، العناصر اللي بتشترك في نفس الخواص هنعملها في جروب واحد. العناصر طبعا زي الكالر اللي ليها كالر واحد هنعملها في جروب واحد. هنحاول نوحد المقاسات في الموقع كله. هنعمل حاجة جميلة جدا هنستخدمها علشان هي مهمة جدا، وهتشوفوا في الدروس اللي جاية الخاصة بالفاليديشن وإصلاح الموقع وإصلاح أكواد الموقع، هتعرفوا السبب اللي خلانا نستخدمها. طيب، هنبدأ الموضوع مباشرة ونفهم إحنا ليه هنعمل الكلين. أول حاجة، ملف الستايل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. خلينا نشوف، 705 سطر. تمام. طيب، عايزين نشوف ال 705 دول بعد ما نعمل كلين للستايل وبعد ما نظبطه هيوصلوا لكام سطر. تمام. طيب، نبدأ من فوق خالص ونبدأ نشوف الموضوع هيمشي ازاي وليه نعمل كلين، وايه هي الرولز اللي هنمشي عليها. حاجة زي دي يا جماعة، انت عندك يعني في الكلاس او مجموعة كلاسات زي كده ليهم خاصية واحدة ممكن تعملهم في سطر واحد، يعني ممكن ان انت تعملهم في سطر واحد بالشكل ده، يعني كده بقوا سطر واحد لان هي خاصية واحدة، مش لازم ان انا اعملها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يعني خاصية واحدة او اتنين بس، يعني اتنين بس، مجرد اتنين تقدر ان انت تعملهم بالشكل ده، وهتلاقي السطر ما يزال قصير موصلش لحد اخر الشاشة، وهيوفر لك مساحات حلوة جدا في الكود، وهيخلي الموضوع بسيط وما يطولش الملف جدا. يعني حاجة زي دي كده، هي دي اللي انا عايز عليها مثال، يعني واحد فيه سطرين وواحد تاني فيه سطر واحد، الاتنين ينفع عليهم الموضوع ده، ما فيهمش اي مشكلة عادي. زي ما انتم شايفين اهو مثال تاني، يعني طبعا المثال واضح ان انت مهما صغرت يعني ما زال عندك مساحة ان انت تعمل فيها اللي انت عايزه. شايفين سطر واحد والموضوع واضح، يعني الكلاس اهو ليفت زيرو رايت اوتو، يعني مش محتاج ان انت تتعب او تعمله على سطور طويلة. لكن مين اللي احنا ما ينفعش نعمل فيه الموضوع ده؟ تعالوا ننزل تحت شوية ونتفرج. يعني حاجة زي كده ما ينفعش طبعا ان انا اعملها في سطر واحد، صعب قوي، يعني شايفين السطر هيوصل لاخر الشاشة وهيبقى صعب للقراية، فهو الحد هو بالشكل ده جميل جدا. طيب طبعا علشان انا ما اطولش وقت الفيديو، طبعا انا هعمل الموضوع ده واكمل النقطة اللي بعدها. يعني اللي انتم شايفين ده خلاص بقى واضح، حاجة زي اللي انا قدامها دي اهي، يعني حاجة فيها سطر واحد هتكون في سطر، يعني حاجة فيها خاصية واحدة او اتنين او تلاتة زي كده هتكون في سطر واحد. لكن اكتر من كده لو حسيت ان هي هتطول منك الكود، الاربعة دول مثلا او دول، ما تحاولش تعملهم في سطر واحد عشان يكود الكود، يعني الكود يكون كلين وما فيهوش اي مشاكل. طيب، نصلح الموضوع ده ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم يا جماعة بعد تظبيط الملف، 558 سطر، وفي حاجات لسه انا سبتها على سطرين علشان هعمل لها جروب. يعني نزلنا من 705 تقريبا، يعني فوق ال 150 سطر شلتهم انت، مجرد بس ما خليت ان في خواص زي كده اتنين او تلاتة تخليهم على سطر واحد. طبعا الكود شكله كلين وما فيهوش مشاكل، وبقى اسهل ليك ان انت تخلي يعني خاصية واحد زي كده في سطر واحد، شكلها جميل ومعبرة ومش محتاجة ان هي تطول عليك الكود وتخلي شكله بايخ. طيب، الحاجة اللي بعدها، وهي هعمل جروب للحاجات اللي هي المشتركة في نفس الخواص. زي ايه الحاجات المشتركة في نفس الخواص؟ يعني زي انا عندي في التصميم، نرجع للتصميم، عندي انا كام سيكشن ليهم خلفية اللي هي الباك جراوند اللي احنا عاملينها كفر، زي الاور تيم اللي هي دي، وزي الاستاتستيك، وزي الكونتاكت اس، ثلاثة. يعني عندي ثلاثة مشتركين في الباك جراوند سايز دي. طيب، اللي هي اولهم كونتاكت اس. تمام. هاجي بقى تحت خالص، هعمل انا اور جلوبينج سيستم مثلا، وهنا عندي كونتاكت اس بالشكل ده. وعندي end our globing، وبعدين هنيجي عند السكاشن اللي هي مشتركة في نفس اللي هي الباك جراوند دي، وهنخليهم كلهم كلاس واحد بس. زي مين؟ زي contact us، هو اللي فيه
الخواص دي اول واحد. طيب مين تاني معاه ليه نفس الخواص دي؟ تعال نشوف، احنا عملنا كونتاكت اس خلاص اللي هو ده، وعندنا قبليه اللي هو الاستاتستيك، هنشيل دول لان انا اخليه في جروب واحد خلاص اللي هو ده، وهنزل هنا هعمل جروب، ممكن اما في سطر واحد او في السطر التاني مفيش مشكلة مادام هما يعني عنصرين تلاتة ما عندكش مشكلة فيهم يعني. طيب وقبل الاستاتستيك عندنا ايه تاني واخد نفس الخواص؟ هنطلع نشوف عندنا الاور تيم، هنلغي الخواص من هنا ونحطها معاهم كده، عندنا ثلاثة واخدين نفس الخاصية دي زي ما انتم شايفين، وادي 20 سطر وفرناهم تاني. هعمل ريلود اشوف كل حاجة مظبوطة ولا مش مظبوطة. تمام، الباك جراوند كفر شغالة هنا وهنا وهنا، كل شيء سليم الحمد لله لحد دلوقتي. طيب لو عملنا يا جماعة فاليديشن للكود اللي قدامنا ده من موقع ال W3 وهنعمله في درس لوحده، هيطلع لنا ايرور بسبب ان احنا مستخدمين H1 في كل حتة. ال H1 ما ينفعش تستخدمها غير مرة في الصفحة علشان الكود بتاعك يكون valid وصحيح، لكن احنا هنا مستخدمينها كتير، يعني مستخدمين شايفين H1 و H1 و H1 تاني، كل حتة مستخدمين فيها H1. انا بس عايز ال H1 في مكان واحد بس اللي هو ده، انا يهمني دي اللي تطلع لمحركات البحث تبقى اقوى كلمة عندي اللي هي فيها اسم التمبلت. خلاص يبقى اتفقنا، دي هسيبها زي ما هي H1، والباقي هخليه بدل H1 هخليه H2. تمام، هنا بقى في نقطة لعبة لازم تركزوا فيها، البوتستراب عامل لك كلاسز بنفس اسماء الهيدنج، يعني انا عندي كلاس اسمه H1، الكلاس نفسه اسمه H1 مش العنصر، كلاس ال H1 ده ممكن احطه على اي هيدنج من دول، يعني انا عندي هيدنج H2 وعايزه ياخد خواص ال H1، فهقول له H2 كلاس بيساوي H1. لاحظتوا العملية؟ ليه انا بعمل كده؟ عشان انا عايز ال H2 ياخد الخواص بتاعت ال H1، يعني يكون كبير حجم الخط 36 وبولد مثلا، وفي نفس الوقت يكون نوع العنصر نفسه H2 عشان محركات البحث والمواقع اللي بتعمل فاليديشن تلاقي الكود بتاعي كلين ونضيف مفيهوش مشاكل ومتوافق مع المعايير ان انا استخدم H1 واحدة بس في الصفحة وجميع العناصر التانية H2. هنشوف الكلام ده حالا بيعمل ايه. شفناه فين احنا؟ في اللي هي في الفيتشرز المميزات. تعالوا نشوف الكلام اللي انا قلته ده معناه ايه. هنزل هنا، طبعا المميزات زي ما هي نفس حجم الخط ما اتغيرش مع اني خليته H2. طيب H2 class بيساوي H1، تعالوا نشوف class H1 اهو واخد فونت سايز 36 بكسل. طب لو لغينا ال 36 بكسل بقى H2 دلوقتي، شايفين العنصر دلوقتي بقى اتحول ل H2 لان انا شلت منه الكلاس اللي هو اصلا بيحوله ل H1 بالشكل ده. وبعدين هما في البوتستراب عاملين كلاسات ال H1 والهيدنج دي كلها بالاحجام دي عشان لو انت حبيت تغير نوع هيدنج ياخد حجم هيدنج تاني بس بنفس نوعه، يعني انا عايز H3 يكون H3 لكن واخد خواص ال H1 كبير كده وضخم، فاكتب له H3 class بيساوي H1، نفس الفكرة. طيب دلوقتي في الكود بتاعي انا هاخد ال H2 class دي هغيرها لجميع العناصر اللي عندي اللي اسمها H1، طبعا انا حاطط ال H1 في كل حتة، ف H2 class بيساوي H1 بالشكل ده slash H2، ده السكشن، بعدين السكشن اللي بعده نفس النظام H2 class بيساوي H1 لحد دلوقتي، وبعدين هنا H2 برضو اللي هي team slash H2، بعدين keep in touch نفس الموضوع H2، وبعدين ال statistic بتاعتنا الإحصائيات نفس الموضوع، بعدين عندنا اللي هي ال our skills، هنزود مع التيكت سنتر هنحط اللي هو الكلاس ال H1، وهننزل تحت تاني نشوف فين عندنا H1 تاني اهي H2، وبعدين عندنا ايه تاني اخر حاجة ال our client مفيهاش، وعندنا هنا ال site map والحاجات اللي تحت دي كلها مفيهاش H1. طيب خلاص خلصنا، ندخل على الصفحة عشان نشوف احنا دلوقتي التنسيقات ال H1 اللي انا كنت عاملها راحت، لان انا مش انا قايل له ال H1 margin bottom كذا،
شايفين لازقه ازاي؟ يعني انا عامل له المارجن بوتوم في السي اس اس كبير، لكن هو هنا مش معترف بيه لاني غيرت الكلاس اصلا. تعال نرجع ونشوف الكلام ده من اول فين. احنا عايزين من اول سيكشن عندنا اللي هو المميزات اهو. الفيتشر از اتش 1، قلت له مارجن بوتوم 50، هو مش شايفه لانه مش اتش 1 هو اتش 2. طيب هل اقول له اتش 2؟ لا، ممكن اقول له دوت اتش 1 اللي هو الكلاس الاتش 1 اللي هو هنا اهو. نطلع فوق خالص نشوف اللي هي صفحة المميزات، دي testimonials، وعندنا المميزات اهي. عندي انا اتش 2 العنصر اسمه اتش 2 والكلاس بتاعه اسمه اتش 1، اي واحد فيهم اقدر اختاره هيبقى كويس. لو عملت انا هنا كلمة اتش 2 بس هيطبق لي التنسيق على اتش 2، مفيش اي مشكلة. لكن انا عايزه يطبق التنسيق على الكلاس ده اللي هو الدوت اتش 1 دوت، تمام؟ هيدي له مارجن بوتوم 50 بكسل. حلو. طيب هنا يا جماعة انا ممكن اعمل الكلاس ده جلوبال لان انا مستدعيه في كل حتة وعامل له مارجن بوتوم 50 في كل مكان. اقدر اختصر السطر ده كله واخلي كل الدوت اتش 1، يعني كل الكلاس الدوت اتش 1 يكون المارجن بوتوم بتاعه 50. طيب يجي حد يقول لي ممكن انا احط اتش 1 زي ده في مكان تاني يخرب الدنيا؟ عادي، ممكن احط كلاس معاه وخلي الاثنين دول مع بعض المارجن بوتوم بتاعهم 50، ممكن اعمل كل الكلام ده. لكن انا هنا عايز الناس تفهم الجروبنج، نظام الجروبنج. هاخد انا دول زي ما هم كده اللي هو الفيتشرز اتش 1 وهنزلهم تحت خالص في الجروب بتاعنا هنا بالشكل ده اللي هو الفيتشرز دوت اتش 1. طيب ايه تاني عندنا بعد المميزات؟ بعد المميزات خلينا نشوف الصفحه. بعد المميزات عندنا التستيمونيالز، نفس الموضوع. نطلع عند التستيمونيالز اهي، فين الاتش 1 اللي فيها؟ اتش 1 اهو، خلاص بقى اسمه دوت اتش 1 هو زي ما اتفقنا. هو معمول له فونت ويت بولد ومارجن بوتوم 20. انا هوحد يا جماعه المسافات زي ما اتفقنا، هخلي المارجن بوتوم دايما 50 في كله وخلاص، هوحد الموضوع على كده. والفونت ويت بولد مفيش داعي ليه لان هو اصلا بيعمله بولد. فهاخد بس الكلاس ده اللي احنا اتفقنا عليه، هنحطه تبع الجروب التاني. هنزل تحت خالص احطه مع ده، هعمل كوما واحط الكلاس التاني بالشكل ده. طيب كده عندنا الفيتشرز والتستيمونيالز تحتهم. عندنا ايه تاني تحتهم؟ اللي هي الجدول اللي هو البرايسز. تمام، هروح عند البرايسز بتاعتنا اللي هو ده اتش 1 اهو زي ما اتفقنا، خليه دوت اتش 1. مارجن بوتوم 40، لا اخليه 50 عشان اتفقنا خلاص هنوحد الموضوع. شيل ده خالص وانزل تحت واحطه معاهم بالشكل ده. عندنا بعد البرايس عندنا التيم، الاور تيم. طيب هنروح عند الاور تيم، ادي السكيلز والاستاتستيك وقبلها سبسكرايب وقبلها تيم. ده تيم اتش 1 نفس الموضوع يا جماعه، دوت اتش 1. هاخد الكلاس وهشيل ده كله خلاص، هو اصلا مظبوط على مارجن بوتوم 60 بالشكل ده او 50 مفيش مشكله. طيب بعد التيم عندنا الكيب ان تاتش اللي هي المفروض اسمها سبسكرايب. نطلع فوق شويه، ادي سبسكرايب اتش 1 نفس الموضوع. لاحظوا معايا الاتش 1 هنا مختلف، الاتش 1 هنا مش محتاج المساحات الرهيبه اللي هي 50 والكلام ده زي ما انتم شايفين، لان هو بوكس ما فيهوش شغل، فعادي جدا خليه زي ما هو مفيش اي مشكله. بس بدل سبسكرايب، يعني بدل ما اقول له سبسكرايب اتش 1، لا بس هضيف له اللي هي الدوت زي ما اتفقنا اللي هو الكلاس بقى اسمه دوت اتش 1، واسيب الخواص زي ما هي ماليش دعوه بيها خلاص، لان انا مش عايزها تكون 50. اللي عايزهم 50 هنزلهم تحت. طيب نيجي عند الاخير ستاتستيك 60 اهو، عادي ان هو يكون 50 مفيش مشكله، ضمهم مع بعض وانزله معاهم تحت في الجروب بالشكل ده. كده الاستاتستيك اهي كمان خلصت، فاضل عندنا السكيلز اللي بعدها على طول. ندخل على السكيلز، عندنا السكيلز اهي الاتش 1 اهو، مارجن بوتوم برضو 60 زيهم، خلاص هاخده معاهم اشيل ده كله كده. بقى عندنا السكيلز وفاضل لنا التيل اس وات يو فيل دي، خلينا نشوفها. اللي هي المفروض تيل اس وات يو فيل دي اللي هي بعد السكيلز اللي هي كونتاكت اس اللي هي دي. طيب كونتاكت اس ولا دي اللي خدناها؟
خدنا اخر حاجه اور سكيلز، فين اور سكيلز؟ دي الاور سكيلز، بعديها كونتاكت اس اهي، فيها الخلفيه، فيها الفيلد الحقول والبي والتكست اريا وبس، ما فيهاش اي حاجه. خلينا نشوف ده ايه عشان ده ممكن يكون باراجراف. تمام اتش 2 تمام، ده انا مش عامل فيه اي خواص، ده انا سايبه زي ما هو بنفس الالوان، فما فيش مشكله فيه، مش لازم ننقله. ليه مش لازم ننقله؟ تعالوا نشوف هنا، هنا انا عايز بوتوم، عايز مارجن بوتوم لان مفيش حاجه تحتيه. هنا لا، هنا انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الباراجراف تحتيه على طول فمالوش تنسيق. وتحت هنا مفيش اتش 1، خلاص الاتش 1 كده انتهى، لحد هنا مفيش اتش 1 تاني. هعمل سيف وهرجع اشوف صفحتي رجعت زي ما كانت ولا لا. تمام هنا، تمام هنا كويس، اور سكيلز هنا كويس، هنا كويس، هنا كويس، خمسينات كله بقى 50 كويس، رجع زي ما كان، كل ده كويس جدا زي ما انتم شايفين. تقدر تخلي ال 50 دي 40 60 زي ما تحب، ممكن ال 50 دي مش كويسه اعملهم 40 اعملهم 60 حسب ما تحب، يعني كل واحد في النهايه يعني. طيب عندنا ايه تاني ممكن نعمل له جروب؟ ايه تاني ممكن نعمل له جروب؟ الترانزيشن ده، الترانزيشن ده موجود في اكتر من مكان، ممكن نعمله في جروب واحد. اول واحد فيهم وليكن الفوتر، تعالوا نروح عند الفوتر ناخده هنا بالشكل ده، وبعدين نبدأ ناخد الترانزيشن ونشوف ايه العناصر اللي هي عاملة ترانزيشن زي كده. اول واحد فيهم طبعا زي ما انتم شايفين الفوتر، نطلع ناخد الفوتر اللي هو السوشيال ليست ده. تمام نشوف ايه تاني معاه ترانزيشن عشان ننزله معاهم تاني، اللي هو ده الايمج الاور كلاينت ايمج، خلاص نشيلها من هنا ونحط الكلاس مع التاني في جروب واحد. ادي الفوتر نحطهم بقى في سطر تاني احسن عشان ما يزنقوش على بعض. هنا عادي لان هو هنا عادي ان هما تلاتة، لكن هنا كتير مينفعش يكونوا جنب بعض، هيكون شكلهم وحش مش مريح للعين والتعديل عليهم هيكون رخم يعني. طيب عندنا هنا تاني، طبعا لاحظوا ان دي نص والتانية سبعة، اقدر اوحدهم كلهم ما عنديش مشكلة، حط الستاتس معاهم وخلاص زي ما انتم شايفين بقت واحدة بس. اقدر ان انا احطها يعني، اقدر ان انا اخليها سطر واحد لان هي بقت واحدة غير الاول ما كانتش واحدة، وهتوفر لي وقت. دي تالت واحدة عندي، نشوف هل في ترانزيشن تاني. هنطلع فوق شوية، عندي ترانزيشن اهو نفس الموضوع في الجدول اللي هو الخاص بالاسعار البرايس بوكس ده. بعد كده عندي اربع عناصر فيهم ترانزيشن، نطلع تاني ونشوف هل في حاجة فيها ترانزيشن تاني. حد هنا مفيش، في واحد اهو اللي هو الانديكيتورز الخاص بالتستيمونيالز ده اللي هو ده، ممكن نخليه هو اول واحد لانه سطر طويل جدا، ونسيب الباقي فوق. خلينا نطلع له تاني فوقيه، هل في حاجه فيها ترانزيشن فوقيه؟ مفيش اي حاجه. ايوه دروب داون منيو، لكن الدروب داون منيو انا عاملها هنا بادنج بس، هنا اول عادي، ممكن اخليها بادنج ممكن اخليها اول واضمها معاهم زي ما تحبوا مفيش مشكله يعني. انا يهمني بس يا جماعه تعرفوا الفكره، كل واحد طبعا هيبدع بطريقته وهيوصل يعني هيوصل للي هو عايزه، يعني ان هو يصغر الكود على قد ما يقدر، الكود يكون بسيط وكل حاجه معمول لها جروب ويوصل للي هو محتاجه. طيب عملنا جروب لدي، في حاجه تاني ممكن نعمل لها جروب؟ في، عشان برضو الناس تعدلها وما ضيعش وقت الفيديو في الفكره، خلاص انا اهم حاجه قلت الفكره. الحاجه اللي ممكن نعمل لها جروب اللي هي دي البادنج توب والبادنج توب بوتوم الخاص بالسكشن، كل سكشن زي ما انتم شايفين في بادنج فوق وتحت، ممكن اوحد البادنج ده كله في يعني كل سكشن احدد البادنج بتاعها فوق وتحت يكونوا قد بعض، وبعدين اظبط العناصر اللي جوه. كل الحاجات دي مش محتاجه تعليم ومش محتاجه يعني حاجه تتشرح، لان خلاص الناس فاهمه الموضوع ده، شايفين هنا في 50 و50 هنا في 60 و60، اقدر اوحدهم يعني اقدر اخلي
دي 50 ودي 50 وعالج الفروق من جوه العناصر اللي جوه برضو 50 و50 شايفين، وهنا 50 و50 كله. كل السكاشن فيها بادنج توب وبوتوم بالشكل ده، كل سكشن هتلاقوا فيه نفس الموضوع اهو، بادنج توب بادنج بوتوم. اقدر اعالج الموضوع ده ان انا اخليهم كلهم في ملف واحد في جروب واحد، وبعدين اوفر على نفسي في الكود. زي ما انتم شايفين من 705 وصلنا لحد 536 سطر او 535 سطر، والجروب جميل جدا، مستو ان انا اقدر اعدل عليهم كلهم في وقت واحد. عايز جميع الهيدنج ينزلوا 60، مش محتاج اعدل في كله، لا هو جروب واحد وخلاص. نفس القصة هنا، لو عايز اعمل حاجة في الخلفيات كلها اعملها برضو من هنا بدون اي تدخل. كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه في ملف CSS زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة في حاجة غريبة هنا، الايكونز مش ظاهرة، خلينا نبص على الملف هنا. ايوان في حرف مكتوب غلط، ستايل شيت كده كله مفروض تمام عشان الايكون تظهر وكله يبقى سليم. تمام كله ظاهر وهنا سليم، مش اي مشكلة وكله تمام. طيب يهمني يا جماعة زي ما اتفقنا ان انتوا تعرفوا ازاي اعمل كلين للستايل، وازاي اعمل جروب للحاجات اللي شبه بعض، وازاي اوفر في الكود، وازاي اوحد المسافات كلها واوحد المقاسات بتاعت العناصر، وبعدين اخلي كله شبيه والشغل يكون سريع وكل حاجة تبقى بسيطة ان شاء الله. يا رب ما اكونش طولت عليكم في الدرس، وطبعا تقدروا انتوا تختصروا الملف اكتر من كده بكتير، بس انا اديكوا بس الفكرة وكل واحد يكمل ويبدع فيها بطريقته. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.